قبل ما نفوت على الشوروم لعنا كنا دايما نحلم فيه بالليل قبل ما نصلوا، كنا نشتغل كل شغلنا قبل ما نفوت على الشوروم. منحلم بمصلحتنا نحن ونايمين، مشان هيك كنا نفيق بكير ونروح ننفذ حلمنا اللي كنا نحلمه نحن وعم نشتغله بالليل. وبالنسبة لنمر، كنت دايماً أنا عم بشتغل كان يتطلع فيي بشكل مبهر مبهور، كانت موهبته عظيمة وكانت كنت مبسوط فيه. صار نمر وكان نمر وضل نمر. نحن بيت أزياء بحد ذاته، حبيت أقدم خبرة بالخياطة وبنفس الوقت درست تصميم الأزياء، هذا الشيء اللي ساعدني أعمل كومبينيشن توصل لنمر سعادة البراند. الكلاينت لما يجي لعنا بده يلاقي حاله بانفايرمنت كتير رائع هادي. نحن بنقدم بالشوروم تبعيتنا مالتيبل ماتيريال، عنا اكثر من 3 4 ماركات عالميه للقماش. بننتقل من القماش مع الكلاينت لحتى نفرجي اكثر شو ممكن يلبق له لإله، ونقعد معه وعلى اساس نعرف شو الشخصيه وشو ممكن يلبس بالإيفنت تبعوله أو حتى بالمناسبات اللي بلاقيها هو خاصة لإله. دايماً لازم نعرف شو الكاركتر لحتى نقعد مع الكلاينت ونقدم له أحسن شيء ممكن واحد يقدم له. لما نوصل على المحل اللي بصير في عنا الفيتنج تبع الكلاينتس، هون بيكون كمان احنا عنا سراوندينج كتير حلو، عنا برايفت روم وين الشخص بحب يفوت لجوا يلبس القميص تبعيته ويلبس البنطلون تبعيته. هيك انا بحب، سو مشان هيك هيك بعطي هاللكجر للكلاينت. هونيك نحن القطع تبعوله بيكونوا جاهزين بيلبسها، هون ببلش دوري. هون لما اشوف انا كيف جاي على قد جسمه، شو في عندي نوص بنحطها، بهمني مع الشخص يكون عم بشتغله انا دايما وقفته تكون مزبوطه، يكون عنده كتافاته دايما عاليين، كم البدله لازم يكون المقاس تبعه على القد، لازم القميص تبين منه طول الجاكيت وين لازم تكون مزبوطة، البنطلون قديش بتكون طوله على القد. لبس انه تعطي للشخص شيء حلو يبرز بجسمه، واذا عنده اي دفو نحن نخفي له اياه. كل واحد بده يلبس نمر سعادة هو انا.